وهذا الرزق اللي معنا أخرى بعيدة عنها. عندما نرجع للمادة تقول تسقط الدعوة العمومية في الأحوال التالية: موت المتهم إلى غير ذلك. المحاكم في أحكامها كلها تشير عندما يظهر بأن هناك تقنبر والنظام العام على خلاف المسطرة المدنية تحكم بسقوط الدعوة العمومية. وأنا لا أتفق مع هذا المنحى، وأفرق بين أمرين. أفرق ما بين حدوث التقادم قبل المتابعة وحدوثه أثناء المتابعة. لو قدم شخص أمام النيابة العامة واتضح بأن التقادم قد تحقق، لاحق لك بالمتابعة، عليك حفظ الملف. وإذا توبع إما خطأ أو أن خطأ الوقائع أو في التواريخ ثم تبين أثناء المحاكمة بأن هناك تقادم، المحكمة تكون بسقوط الدعوة العمومية. أنا أرى بأن الصحيح أن تقول المحكمة بعدم قبول المتابعة لسقوط الدعوة العمومية قبل إقامتها. وعندما أتكلم عن السقوط كنعطي مثال بسيط. شخص يوجد في مرتفع يمكن الحديث عن السقوط، وإذا كان نائما أرضا فهو ساقط أصلا، وبالتالي لا يمكن أن تقل مع السقوط. ولذلك الصحيح عدم قبول المتابعة. إلا أن المادة الرابعة تستوجب فيما يخص صدقية الحكم، تقول الحكم الذي اكتسب حجية أمر إجبابه، بمعنى أنه إذا كان حكما ابتدائيا لا يسقط الدعوة العمومية. فهذا الباب غادي تجدوا بزاف ديال الكتب تتكلم عن حكم المضرب وعن حجية الأمر المقضى به إلى غير ذلك. ما نبغيش ندخل في التفاصيل لأنه عندما نتكلم عن الحجية هناك معيار للتمييز بين الحكم النهائي ثم كذا، والمعايير التي ساقها الفقهاء ما ندخلناش الآن لأننا أتكلم في الملاعب. إذن يجب أن يكون هناك حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به. نربط المادة الرابعة بالمادة 369 في فقرتها الثانية. ماذا تقول هذه الفقرة؟ تقول على أن الشخص الذي سبق أن حكم بإعفائه أو ببراءته لا يمكنه متابعته مرة أخرى ولو وصف الفعل بوصف آخر. ما معنى هذا؟ أننا أمام حكم لم يسميه المشرع بأنه مبرم أو اكتسب حجية المقضى به. وهنا سأطرح ملف مدير أمن القصور الملكية نوقشت فيه هذه النقطة، وهو أنه تبع من أجل الجناية وحكم بعد أن أوشك على قضاء الفترة، دفعت إلى رب الجمارك لتقديم شكاية في الموضوع، فتوبع من أجل تصدير وحيات مشاركة في التصدير والحيازة ديال المخدرات، وكان تعليل المحكمة حكمت بسنة نافذة، ثم استلف فأصبحت موقوفة، فطالبنا بالنقد في هذا الحكم. وقلنا على أنه التعليل الذي أتته المحكمة هو قالت على أن هناك فرق ما بين حق العهد وما بين الجريمة الجمركية، لا وجود لأي نص قانوني في المسطرة الجنائية يفصل أو يميز بين الجريمتين، وإنما هناك المادة 118 من القانون الجنائي. ماذا تقول؟ الفعل الواحد الذي يقبل الأوصاف المتعددة يجب